معالي الشيخ، طبعا الحدث الأبرز على الساحة في هذه الأيام كان هناك هجمة شديدة على ملف قطر 2022، وأنت كان لك أيضا تصريح في هذا الصدد. ما برأيك، ما هي دوافع هذه الهجمة، وهل سيتم وضع حد في المستقبل القريب لها من قبل ربما الفيفا بعد إعلان استحقاق أو أحقية قطر بتنظيم المونديال؟ أنا أعتقد مثل ما تفضلت، يعني الهجمة اللي طبعا شنتها بعض الأجهزة، خلينا نقول الإعلامية، يعني سواء الغربية أغلبها، للأسف أنا أعتقد بعدم تقبلها بنتائج الاختيار، وهذا طبعا لاحظناه في خلال يعني يمكن الفترة اللي مضت. لكن يجب احنا كعرب ويجب احنا كآسيويين ان احنا نقف يعني صف واحد، سواء يعني بالنسبة لهذا الملف او لأي قضية اخرى، لكن هذا الملف هو ملف آسيوي واحنا مسؤولين عنه، سواء كان كاتحاد آسيوي والاخوان في قطر. وانا اعتقد وجهة نظرنا هي واحدة ما بتتغير، وعلى الآخرين ان يتقبلون هالشيء. المنطقة هذه تستحق ان هي تنال استضافة هذا الحدث الكبير، وانا اعتقد الاخوان في دولة قطر قدمت الشيء الكبير بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة للتنظيم وغيره. وانا اعتقد هو الملف لو نظرنا له هو من أنجح الملفات اللي قدمت في السنوات الأخيرة. المشاكل اللي يمكن واجهت يمكن الاتحاد الدولي في بطولات أخرى ما أعتقد بيتواجهها في قطر. فيجب أن احنا نتكلم عن الإيجابيات وليس خلق يمكن قصص في الأول والأخير هي تأثر على سمعة الكرة أكثر ما هي تؤثر على يمكن الملف القطري. فتأكد بأن للاتحاد الدولي يعني الأمور يعني هي واضحة بالنسبة لنا بأن البطولة تقام في 22 في قطر، وهذا الموضوع منتهين منه. يبقى كان طرح موضوع التوقيت هذا موضوع آخر، إذا كان هناك في اتفاق بالنسبة لجميع الجهات فما عندنا مشكلة احنا في نقل الوقت، لكن احنا مصرين على أن الوقت والمكان ما زال على حسب الملف اللي قدم بالإخوان في قطر بيكون في نفس الوقت. معالي الشيخ، هناك نلاحظ هجمة على لا نتابع هجمة على ملف روسيا رغم أن التصويت كان بالتزامن، ما تفسيرك لهذا الموضوع؟ والله شوف، احنا ما نبي نتكلم عن الملفات الأخرى، يعني ولا سنقارن يمكن الملف القطري والملف الروسي والملف البرازيلي وغيرها من الأمور. احنا علينا أن ننظر بأن هذا الملف القطري هو ملف متكامل، وإذا كان هناك في أي يمكن من يمكن خلينا نقول ان في بعض الجهات اتحاتي بالنسبه للوقت، وانا اعتقد هذا شيء احنا ما عندنا مشكله ان احنا نناقش فيه. انا اعتقد انه يناقش على مستوى يمكن الاتحاد الدولي على طاوله، واذا كان هناك في اتفاق من جميع الجهات فاحنا ما عندنا مشكله فيه. لكن بان الحمله اللي يمكن شنت في يعني يمكن الفتره الاخيره، سواء كان عن التوقيت ثم كان عن العمال، بكره الله العالم بيظهرون بقصه جديده. انا اعتقد احنا يجب ان احنا ندرك ولا ننير يمكن يعني للقصص اللي هم يبون يروجونها، احنا ونركز على عملنا. وانا اعتقد انه هو انه يكون إن هذا الملف وكاس العالم، وانا متاكد ان الاخوان في قطر 22 قايمين بجهد كبير ومشكورين على كل اللي ما قدموه في الفتره الاخيره. وانا اتاكد، انا اقول لك في 22 العالم بينظر لكأس عالم في قطر لبطولة ما رأوا في أي وقت.
علي الشيخ سلمان، حضرتك أيضا رئيس المتابع لموضوع نقل البطولة من الصيف للشتاء أو التشاور في هذا الموضوع، أين أصبح هذا الملف والتشاور يجري حاليا في هذا الموضوع ومتى القرار؟ أنا أعتقد بأن التشاور ما زال، يعني إحنا سواء كان الاتحاد الدولي مع الجهات المعنية، سواء كان بالنسبة لشركاء، سواء كان بالنسبة للسبونسرز، بالنسبة لرابطة اللاعبين المحترفين وغيره، والدوريات سواء كان في أوروبا وغيره بالنسبة للتوقيت. عندنا هناك في اجتماعات بتكون عدة في نهاية هذا العام بعد كأس العالم، لكن أعتقد بأن القرار إذا كان هناك في تغيير بالنسبة للوقت بيكون في الربع الأول من 2015، الأمور بتتضح أكثر. أبو عيسى مرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي عام 2015؟ والله إن شاء الله، يعني أنا أعتقد أنا لن أفرض نفسي على الآخرين، لكن إذا هناك في دعم وهناك في اتفاق، وأنا رشحت نفسي لما حسيت أن هناك في خلينا نقول يعني دعم كافي لترشيح لهذا المنصب، وإذا كان هناك الدعم ما زال موجود تأكد أنه بواصل. يعني سؤال أخير، رئيس الاتحاد الآسيوي في عام 2019 سيكون هو الرئيس أثناء مونديال 2022، هل سنرى معالي الشيخ بإذن الله طبعا سلمان بن إبراهيم رئيسا في هذه الفترة؟ والله ان الله حيانا، خلينا نشوف 2015 اول شيء وبعدين نتكلم عن 2019. صعب انك يعني تشوف يعني على بعد خمس سنوات شو اللي تركيزنا كله حق 2015، واذا مثل ما قلت اذا كان هناك في اتفاق وتوافق بالنسبه عن سواء كان مرشح الرئاسه او المرشحين الاخرين تاكد ان بالنسبه لي انا بواصل، لكن مثل ما قلت لن افرض نفسي على الاخرين. الف شكر وشكرا من كاس، وكلمة أخيرة للشعب القطري الذي سيتابعك في هذا اللقاء. بالعكس نبارك لهم بهذا الشكر الشهر الفضيل، والتواصل مع قناة الكاس اللي دائما كانت هي القناة الأولى اللي المتابعين لها سواء كان احنا في البحرين أو في الخليج من خلال يمكن المباريات اللي تبثها، وإن شاء الله الله يقدرنا نقوم بواجبنا، وتأكد بأن احنا يعني لا نترك أي شك بأن احنا اللي نقومه ما هو إلا واجب يعني قبل كل شيء، واللي في النفوس أنا أعتقد الكل عارف بأن احنا أهل وعائلة واحدة، وإن شاء الله الله يقدرنا مثل ما قلت نقوم بواجبنا تجاه الجميع إن شاء الله بإذن الله.